طب قولي وصلتوا فين؟ أنا في القسم بيقولوا هيخرجوه من هنا، خليني مستني المحامي، معرفش تأخر ليه. سيبك أنت بس من المحامي وخليك معايا أنا هنا. وحشتك زي أنت ما وحشتيني. طب تيجي نوزن نشوف مين وحش تاني أكتر؟ يا راجل مش وقته. تيجوا بالسلامة، مستنياك على نار يا روحي. استنى. إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. سلم على سلم على لما جبني وسلم على لما انت البعيده لا مؤاخذه يعني في اللي هقوله، عارفه انك خرصه يا اختي. ما تبصليش قوي كده، هو انا بعيب على خلقه ربنا؟ بتاخدي ليلك في سنانك ليه اول ما المدعوء ده يرن وتقفشيلي في السماعه؟ عايزه تطمني على اسم النبي حرصه. عذراكي صراحه سنين ياما قاعده مستنيه، وده خطر خطر علشان اللي في سنك. مش فاهمه والنعمه ما فاهمه. هبعت لك الكتالوج بتاعك تفهميها وتقولي. شربيه انت يا وليه يا شربيه. نعم يا شوق يا بنتي، زي ما انت شايفه ايديا مشغوله ورايا شغل متلتل في المطبخ. طز اتفضلي شوفي الهبابه دي. قصدك ست الكرامه عايزه ايه وبقولي لي؟ انت هتجننيني يا بنتي، ما انت فاهماها. هو جديد عليكي؟ ماليش مزاج افهم النهارده، بطلت افهم النهارده. ترجميلي. امر لله. خير يا كرامه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ عايزه تعرف هما جايين امتى. راحوا يجيبوه من الاسم. اتهدي اهبطي وسلم على اوعي من وشي لما جبلني سلم على. ربنا يهدك يا مفكوكه. لما جبلني سلم على يا اختي. والنبي يا قمر والنبي انت احلى مني. هتقطع بينا. اتفضل شاي. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. طمني ابنك اتعين في الداخليه ولا لسه؟ البركه في دعوات الحاجه. دعوات الحاجه برضو؟ وانت يا كبرنا حلوي. الله حلوي. 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 اي حاجه يحتاجها تجيلي نعناية الجوز. بقولك ايه يا كبرنا، الفلوس دي كانت متشالالك في الامانات، وانا قلت اجيبها لك بنفسي لحسن يقلبوها لك وهم بيسلموك الحاجة. انا عارف ان انت طول عمرك نزيه ومش هتسأل في المواضيع اللي زي دي. اتفضل يا كبير. الفلوس دي خليك ورجال زي ما انتوا زي ما انتوا زي ما انتوا. الفلوس دي يا شاويش محمد للرجالة هنا، لكل الرجالة، واي حاجة يحتاجوها اي حاجة رقبتي سدادة. اصل يا كبير وكل شهر هيوصلك زيهم. طول عمرك كبرنا يا فندي. حلوي حلوي حلوي. مامور 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 يا فندم. تمام. لا دي حركة حركة حلوة. حلوي حلوي عفوا يا باشا. خد يا تسلم يا باشا. الله قول لي يا مغاوري هو امورنا يا باشا. يا
ايه حكايه الحبايه اللي انا لقيتها في جيبك امبارح دي؟ حبايه؟ حبايتي يا باشا؟ بجد انا مش عاوز اذيك، انا عاوز اذيك بجد. كنت طلعت الحبايه دي من جيبك في وسط الاسم امبارح وركت عليك الاسود ما تسواش، لكن انا عديتها دي ازاي؟ صح يا باشا، انا هقول لسعادتك. بص يا باشا، انا الاسبوع اللي فات ده كله ما نمتش فيه غير ساعتين، وبعدين سعادتك عارف بقى هم البيت ودوشه العيال، وبعدين الواحد لو غفل نص ساعه يروح في 60 ده يا باشا، ما سعادتك فاهم. فنص حبايه من ديت بتخلي الواحد يبقى مركز كده يعني يا باشا. يا نهار اسود، حتى الحكومه بتضرب، ما حدش من الهم خاله يا باشا. ملهاش اخت، شيلي كرامه من نافوخك ولملادتك جوه حنكك وضفري لسانك بعقده وشنيطه. انت مرات اخوي وهي مرات ابني، وعايشين مع بعض تحت سقف واحد في بيت ملوش غير ست واحده بس، انا ضاويه ابو سنه. خش يا كرامه، حب على راسها يا شوق. لم نفسك كده وانت واقفه تصرصري، هتغرقي البيت. افتحي الباب. ماتاخذنيش يا خال، للضروره احكام. ده اسمه كلام برضه يا بدران؟ ايه اللي اخرك كده؟ ده انا قلت حاجه ليك هنا. اصلا انا كنت بادي واجب انساني لابد منه. انساني؟ انساني وقطع عنواني. ده يوم تتاخر فيه برضك، ده احنا مستنيين اليوم ده فارغ الصبر. ما تقلقش يا خال، ما تقلقش. ما قلقش، ده ايه؟ الضابط اللي جوه بيقول انه هيخرج من هنا. ضابط ايه بس؟ اتقل. دفعه. اهلا يا متر، تحت امرك. راح فين ابن المكسوعه ده؟ اكيد بيقلب عيشه يا خال. عايزك تعرف لي خط سير المعلم خميس افندينا، وتعرف لي كمان ايه اخبار كشف المدرية. خميس افندينا مين؟ افندينا اكبر تاجر مخدرات اللي حبسوه ظلم يا ولدها. هما مش هيخرجوه من هنا برضك؟ لا، ما هو لازم ياخدوه الاول على المدرية عشان يكشفوا عليه، يعني يشوفوا عليه احكام تانية ولا لا. كبر كله كلام فاضي. وعلى ايه ده كله؟ مش كفايه 7 سنين ظلم وافتراء؟ خلاص يا خال، الناس ما بقاش في قلبها رحمك. لا مؤاخذة يا خال، ثانية واحدة. فين ابن الملسوعة ده تاني؟ أكيد برضه بيقلب عيشه يا خال. ما تعزم على حصول بسجاير ولا حاجة. عينيا حاضر. أيوة سامي. أيوة معاك. سيجارة؟ ما بشربش في الخدمة. يعني العشرين جنيه هم اللي في الخدمة؟ خدونا على السرية، الحقنا يا أستاذ. طب اسمعي، مسي على الصلب شير بالشريط من اللي معاك، ورش رشة حلوة على اللي حواليكي برضه. هي كام ساعة بس أخلص المصلحة اللي أنا فيها دي، وبعدها أجي لكم جري عشان أخرجكم. يا البلد سايبة، بلد فيها قانون. واجب انساني برضك؟ لابد منه. هاتها جمايل يا رب. يا ست كرامة، معقولة كل الخط ده ومش سامعة؟ يا بنتي وحشك. بتحبيه قوي قوي بالشكل ده؟ ان شاء الله هيرجع بيته ويدفي فرشته
ويغسل عينيه بطلتك الحلوة من تراب السجن. قول يا رب. مش أنا قلتلك الست ضوية هتاخد لك حقك تالت ومتلت؟ ما انت عارفاها بتشيب العيل في بطن أمه، وبعدين هي أصلاً مستحلفة لتلف لسانة حوالين رقبتها وتحزمها بيه وترقصها في نار جهنم إن شاء الله عشان يحرم يلدخ زي العقرب كده في البشر. عتب على عتب. سبارس سبارس يا كده افتكرت يا معلم. انت مش كنت خرجت ورجعت وانا ليه بطفى غيره؟ يا دي انت ايه جاحد؟ عيالك ما بيوحشوكش؟ يا رب اسمه كريم. ده كريم يا رب، هو احسن برضو يتربوا بعيد عنك، دي خلقه تربي نشأة. وعلى فين العزم ان شاء الله؟ لا ده لفه طويله، ايش مخدرات وايش ابن عام وبين عنان اللي هكون هربت فلوس بره البلد. ده انت جاي منوعات بقى. طب خد امسك خلي دي معاك. لا خيرك سبع سنين معلمين. ياد رزق ياد ومكتوب لك ياد، خد ياد ما تقطعش. طول عمرك حنايه يا سيدي المعلمين. والدنيا بره عامله ايه يا سبارس؟ ملطاشه يا سيدي المعلمين، والناس بقت معشقه في بعضيهم ومحدش فاهم حاجه خالص، واصعب حاجه اني ما عادش في المزاج. ايه الدنيا بقت صعبه؟ خد امسك انا هطيب لك مزاجك. لا لا ايه ده عدوي واخناتون، مفيش حاجه، مفيش حد غريب. خد ياد. الله، اي صنف ده يا معلم؟ صنف ايه يعني؟ مزاج الخير طبعا، وفي غيره مهما الدنيا تتغير لا يمكن يتغير ولا ريحته ولا لونه ولا ميزانه. طول عمرك على اديب وسيد المعلمين. يلا يا حنان. يتوب علينا ربنا. ادي ساعتك، وادي سلسلتك، وادي خواتمك، وادي يا سيدي مفاتيحك، وادي محفظتك. الله، مين دي يا فندينا؟ امانه مراتك؟ مراتي في حد بيشيل صوره مراته برضه يا جويش؟ على قولك ده ايه بفال عفش. بقول لك ايه، انا اديني فلوس لسويش محمد وكده يبقى امان يا فندينا. وصلت وصلت. شكرين. ما بتنساش حد ابدا يا فندينا. ده رزق ويروح لاصحابه، هي دي الاسمة. بالحضن بالحضن يرجع رجال. توحشونا رجالة، يتوب علينا ربنا. اوعى تقول لي انك جاي تودعه. اسر يا منصور، انت في طار بايت بينك وبين خميس افندينا. لو انت سادة يا فندم، ده ادمان اكتر منه طار. طب وعليه يا سيدي ده كله؟ اللي زي ده موجود منه كتير. اللي زيه تخاف منه، لكن غيره بنعرف نجيبهم بسهولة. الدنيا مليانة بالله، والبلاوي مفيش اكتر منه زي الرز. بس السوس بياكل فيه، انما ده رز ابيض متساوي على البخار، يعني تشم ريحته قبل ما تشوفه. لا انت معجب بيه قوي افندينا. لو قريت ملفه اكتر من 100 مره مش هتعرف تخرج منه بجمله واحده مفيده. واحد كان بينه وبين حبل المشنقه مفيش، وفجاه وقدره قادر ينزل الحكم 7 سنين. مش هتعرف محامي حظ متهم. هو ده اللي خلاك تسيب كل حاجه وتيجي وراه لغايه هنا. في ريحه خطر يا فندم بيهدد خميس، خصوصا ان نوح ما اتهموش، يعني في تربايت. ده غير ان نوح استولى على البيت ورجع اهله تاني لشغل الشارع والشغل الشعبي والقطاعي، ودي فرصه يا فندم نلم الغله ونخلص من كل الوغش ده مره واحده. تمام يا فندم، خميس خلص الإجراءات وخرج.